السلام عليكم وأسعد الله صباحكم في قرار هام وعاجل صادر من السلطات العليا وأفرح كل الجزائريين وخاصة سكان الجنوب. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبوني وزير قطاع الشؤون الدينية يوسف بالمهدي أوامر بالتحضير الأمثل لموسم الحج، ويأتي هذا خلال ترأس اجتماع لمجلس الوزراء وحسب بيان رئاسة الجمهورية والمتضمن نتائج الاجتماع. فقد قرر رئيس تبون بهذه المناسبة أن تتكفل الدولة مجانا بنقل حجاجنا الميامين المقيمين بالجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإغلاق نحو البقاع المقدسة في الولايات.